حصريات الصدى متواصلة، وهذه المرة مع العائد إلى السعودية الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب الاتفاق الجديد. وفي أول لقاء له عبر الصدى تحدث عن مهمته الصعبة مع الفريق والتي عبر عنها بعبارة مهمة الطوارئ. المزيد مع مراسلنا طلال الغامدي. At first I'm happy and proud to be back in Saudi League because this league is... سعيد بعودتي إلى السعودية. الدوري مثير دائما بتواجد الفرق ذات المستوى العالي. أنا أحب المنافسة وجميل مواجهة الفرق الكبيرة، وفرصة العودة من بوابة الاتفاق فرصة رائعة. الاتفاق فريق كبير وأحترم كل من يسعى لنجاحه وأتمنى أن أساهم في ذلك. For the board, they want to build something strong in this club and of course I was happy to come to help the team to stay. لماذا اخترت الاتفاق؟ لأن كرة القدم تعتمد على المشاعر. أتتني عروض من السعودية وغيرها وراودتني مشاعر جيدة فيما يخص الاتفاق واخترته، وأشكر رئيس النادي ونائبه على تسهيل الأمور. صحيح أنني دربت النصر، لكن الأمر لا يتعلق بفريق واحد. اليوم تركيزنا على كل المباريات، كل مباراة ستؤخذ بأهمية كبيرة. تجميع النقاط سينقذنا من خطر الهبوط. هدفنا هو البقاء، فالأهم في نظري حاليا هو التركيز على هذه النقطة بالذات. سنحارب ونعطي 100% من العمل لتحقيق ذلك. أخبرتك سابقا دوري السعودي دوري كبير، ولأنني أشرت إلى الأندية فدعني أتحدث أيضا عن ما يحمله من أسماء كبيرة ومن بلدان مختلفة، ولهذا لا تتغير الصورة. كل سنة نعيش نفس المشهد، منافسة إلى آخر رمق، وهذا هو عنوان الإثارة. لا أفكر أبدا في المستقبل البعيد، نحن أمام واقع، أن نكون أو لا نكون. مهمتنا أسميتها مهمة الطوارئ، فيجب التركيز الكبير. المهمة ليست سهلة للفريق، فهو لم يكن مستعد لها مقارنة بفرق أخرى، فدعنا نضمن البقاء ومن بعدها حديث آخر. رسالتي لجماهير الاتفاق: الرجاء مساندة الفريق والوقوف إلى جانبه. نريد دعمكم الكبير، رأيت ذلك بعد الفوز الرائع أمام الأهلي بحضور الجماهير الاتفاقية، فنتمنى أن يتواصل هذا الدعم الكبير. 100%.